ممثل جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية يرحب بانضمام مصر للدعوى المرفوعة ضد إسرائيل. وزير الخارجية سامح شكري يبحث مخاطر العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية مع المنسقة الأممية بشأن غزة. إسرائيل تغتال القيادي الفلسطيني بحركة حماس شرح بيل السيد في قصف جوي استهدف مركبته قرب الحدود اللبنانية السورية. البيت الأبيض يشدد على ضرورة فتح الجانب الفلسطيني لمعبر رفح فوراً، وفصائل غزة تستهدف القيادة الإسرائيلية في محور نتساريم بقذائف هاون. وزارة الرياضة تعلن إنهاء أزمة الإنترنت في استاد القاهرة استعداداً لمباراتي الأهلي والزمالك بنهائي بطولتي الكونفدرالية ودوري أبطال إفريقيا.